كلنا نصلى على النبي وكملوا احداث الرساله دي للاخر، لان الرساله مهمه جدا، واعملوا شير شجعونا على فعل الخير. ليه انت بترش على الاكل؟ انا مش فاهم في ايه. في ايه؟ لا انا بجد مستغربك من ساعه ما امك جت تقعد عندنا شويه وانت متغيره. امك كل شويه امك في ايه عامله لك ايه؟ عايزه افهم. امك طول عمرها ما بتحبنيش وعايزاك لابن خالتك من ساعه لما رجع من السفر، ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش، الموضوع ده كان قديم وفات. لا ما فاتش، مفيش حاجة فاتت ومفيش حاجة قديمة، وكل حاجة هفتحها النهاردة. بتاع ايه تعزمه في بيتي؟ بيتك بلا خيبة. بلا خيبة؟ شايفة اسلوبك عامل ازاي؟ من ساعة مامك جيت وانت اتغيرت معايا. انت ما كنتيش بتقولي لي الكلام ده وبتتعصب عليا وبتقولي لي كلام ملوش لازمة. وماله عادي، انا اصلا مش طايقة نفسي. والاخر مرة بقول لك يا مصطفى اوعى تزعل امي وابن خالتي، انت فاهم ولا مش فاهم؟ ماشي مش عارف ايه القرف ده. صباح الخير يا حماتي. تعالى يا مصطفى. قول لي صباح الخير يا ماما، مش تقول لي حماتي ماما؟ معلش اصل مش متعود على الحنيه دي. ليه بس يا مصطفى؟ ده انا بحبك كانك انت اللي ابني وهي اللي مراتي. طب بقول لك يا حماتي، يعني انت برضو زي ما انت شايفه العيشه ضيقه والمرتب بتاعي يعني يا دوب على القد. يعني بسم الله ما شاء الله شايفك داخله طالعه على الثلاجه شغاله، يعني ايه؟ انا يا مصطفى انت هتحسدني على اللقمه الصغيره اللي انا باكلها؟ وعلى حبتين الفاكهه؟ لا ما تقصدش حاجه. ايه ما انت بتقول اهو. انا قصدي يعني بالراحه شويه، الحاجه دي بتقعد معانا شهرين، انت بتخلصيها في يومين اتنين. انت بتعيد الكلام تاني؟ خلاص يا حماتي اللي انت شايفاه صح. حماتك؟ قصدي يا ماما، انا نازل رايح الشغل. شفت الواد هيحسدني على اللقمه اللي انا باكلها وحبيتين الفاكهه بدل ما يجيب لي اللي انا بحبه كل يوم؟ ده بخيل وجلده. يا ماما يا ماما، ايه اللي انت عملتيه بس ده يا ماما؟ عملتي ايه بس؟ يا ماما مصطفى اتضايق قوي، ما كانش ليه لزوم بصراحه تعزمي ابن خالتي. يا بنتي يا هبله افهمي، ما بقالوش حد غيرنا بعد امه مماتي، ده بقى صاحب شركه كبيره. افهمي بقى يا هبله يا عبيطه، هتفضلي عبيطه لحد امتى؟ يا ماما انا فعلا مستغربه نفسي قوي، انا بقيت بتعامل مع مصطفى بطريقه غريبه جدا، بطريقه وحشه قوي، ما بقتش لا طايقاه ولا طايقه ريحته حتى، ولا عايزاه حتى يقرب جنبي. ليه بس كده؟ انا عارفه ان هو بيحب الجبنه الرومي، هرش عليها اكتر والمخللات. ايوه ايه ده يا وليه انت بترش على الاكل؟ مصطفى ده انا بحضر لكم العشاء يا مصطفى. انت بتعملي لنا عمل؟ عايزه تكرهي مراتي فيا؟ ايه اللي انت بتعملي ده؟ بترشي ايه على الاكل؟ عمل ايه يا مصطفى؟ انت بتهيئ لك يا حبيبي. عايزه تخربي البيت؟ اخرب على بنتي يعني يا مصطفى؟ نشوف مين اللي بيرن على الباب وحسابي معاكي بعدين. ماما ماله مصطفى بيزعل؟ مش عارفه ماله، انا بحضر العشاء بقول انت بتعملي لنا عمل معقوله؟ لا لا سلم ايدك يا حبيبتي. تعالي شكرا. سلم ايديكي. ماشي يا حبيبتي. اهلا بالعريس المنتظر. ده شكله اتجنن خلاص، ده بيقول اي كلام. الراجل ده استحاله يعيش مع بنتي تاني، ده اتجنن رسمي. اهو نور وشرف، يعني الخطة ماشية زي ما انت عاملاها بالظبط. انت عملت العمل ورنيت عليه جه على طول، كل حاجة ماشية زي ما الكتاب بيقول.
عمل ايه يا ابني؟ انا والله ما اعرف حاجه. ايه اللي بيقوله ده يا خالتي؟ اللي بيقوله ده صح؟ ايوه صح، وصح الصح كمان، ده انا شايفها بعيني. والله يا ابني انا ما اعرف حاجه، وانا ما يرضونيش ان انا هخرب بيتي، وانت يا خالتي حسابك معايا بعدين، وانا غلطان ان انا جيت هنا. معقوله؟ معقوله ان انا بسمعه بودني ده يا ماما؟ انت عملت فينا كده يا ماما؟ رد عليا. انا والله يا بسمة يا بنتي كان قصدي مصلحتك، لكن ما كنتش اعرف ان الامر يوصل لي كده. انا خلاص ما عدتش اعدالك، انا همشي واروح بيتي وستطلب منك طلب زوريني. مصلحتي؟ كفايه كده بقى يا ماما، كفايه. كتر خيرك، انا ماشي. مصطفى، مصطفى استنى بس يا مصطفى. بقول لك ايه، انت السبب في كل ده، انت اللي عملت ده، انت اللي اتكلمت مع امك، انت اللي طلعت سر بيتك بره. مفيش واحده عاقله تطلع سر بيتها بره، مفيش لوم على امك، اللوم عليك انت. ما تزعلش مني يا مصطفى، انا غلطان، معلش. ما تزعلش، ما تزعلش مني يا مصطفى، والنبي مصطفى اديني فرصه ثانيه، انا مش هعمل كده تاني. خلاص انا عرفت غلطتي ايه، انا غلطت، انا غلطانه مصطفى، مش هعمل كده تاني. عشان بعد كده تسمع كلامي من الاول. كان عندك حق يا مصطفى، الموضوع ده ما يتكررش تاني. حاضر.